عزت من امبارح لليوم شو اللي تغير؟ عدنان هددك بشي؟ عزت اتركه لأخوك. ما بتركه ليحكي، لازم هلا يقلي ليش رفض يطلقها لزهرة. شو اللي صار علي؟ عزت أنا وزهرة رح يجينا ولد. عزت لا تضرب أخوك، برضاي عليك اهدى، بصير تكسر بخاطر أخوك كرمال ناس غربة. لا أمي مانن غربة، ملك رح تصير مرتي قريبا. وزهرة رح تصير مثل بنتي. لا تحلم انك تاخذها. زهرة تعي يلا لشوف على بيت جوزك. عدنان الله يوفقك، لا تاخذها هلا، خليها معي شوي. عدنان الله يوفقك. عدنان ملك بكفي بقى، زهرة مرت علي وكنة القصر، عنادك ما رح يفيدك ابدا. امي خلاص تركيني. ظاهر انه قد ما حاولنا وتعبنا هاد قدرنا، والقدر مستحيل يتغير. düşlerimi töre çaldı gençliğimde gözüm kaldı içimdeki ince sızı زهرة معها. بتعرفي شو أصعب شيء؟ إنه هي كل مرة بتتأمل وبترجع بتخسر. من سابع المستحيلات تطالعيها من القصر. لا أنا ما رح أترك لكم إياها. زهرة يلا بنتي انزلي من السيارة فورا، ارجعي لعندي. زهرة رح لاقي طريقة تانية لخلصك، رح طالعك من هداك القصر، ما رح أتركك هنيك يا عمري، رح أخذك لعندي. بعدك إني رح طالعك من هنيك. أنت سويت عين العقل يا روحي. أنا كتير بحبك، بعدك إني ما رح أتركك هنيك، رح أخذك يا عمري. يلا أمشي. زهرة زهرة gözümdeki kan uykusu ستي لورين رجعوا كلهم على القصر. يا أهلا وسهلا بالآغا، جمعت عائلتنا ورجعت الكل على القصر، وإنتي نورتي بيتك يا زمرد. الله يطول بعمرك ويخليكي. وانتي كنتنا فهمتي منيح هلأ انه ما إلك طلعة ابدا من هالقصر. كثير عجبتني يا علي تصرفك بالمحكمة اليوم، فرحني لهيك سامحتك.
شكرا ستي. تعالي ملك، عادي ارتاحي هون. طلعنا خسرانين، ما قدرنا نخلص بنتي، هني كمان كسبوا هالمرة. صدقيني رح نخلصها، زهرة ما رح تبقى بهداك القصر. عزت نحن ما عاد طالع بإيدنا شي، هي سقطت الدعوة والكل صاروا بيعرفوا إنه زهرة حامل. خسرت الحرب مع عائلة كيرمان. أنا قررت نخطف زهرة وبعدين نحن الثلاثة ممكن نبلش حياة جديدة برات البلد. فكرت بهالخطة منيح. بكره رح بيع قسم من أسهمي بالشركة، أكيد رح نحتاج شوية مصاري. إيه طيب، بس المشكلة شلون بدنا نطالع زهرة من القصر؟ مو نحن رح نطالعها، رح نستأجر جماعة مشان هالمهمة، ونفس الجماعة رح يدبرونا الهويات والباسبورات كلها ورح يطلعونا لبرات البلد. إيه فهمت عليك، بس هالشغلة مانا سهلة، إذا عرفوا إنهم رح يواجهوا عدنان رح يخافوا تخرب الخطة. لا لا تخافي، إذا بدفعنوا المبلغ اللي بيطلبوه مني الجماعة رح ينفذوا كل اللي بدنا إياه. ملك أنت لا تشغلي بالك، بوعدك إنه رح ننجح هالمرة وكل شي رح يمشي مثل ما خططنا. اتفقنا؟ يا أهلي ويا ناس الكرام، أنتوا إخواني إخواتي رفقاتي أهلي. من اليوم ورايح رح نظم حفلات سمر وسهر بهرمالي، رح جيب لكم من اسطنبول مطربين مشهورين كتير كرمال عيونكم. أعزائي أهل هرمالي شو ناقصهم عن أهالي اسطنبول وأنقرة وأزمير وباقي المناطق التانية؟ رح جيب لكم إبراهيم تاتلس يعمل حفلة، رح جيب لكم جيكولي يرقص ويغني، وجيب لكم معه نهاد دوغار ونسهر للصبح. شوفوا على الاختراع. رح جيب لكم كل مطربين ورقصات البلد، انتوا بس صبروا وانا بسمع وبنفس لكل طفل اعلان تلوين ودفتر رسم كمان. طبعا يا اهلي وناسي، من اليوم ورايح لوازم اولادنا وطلاب بلدنا رئيس البلديه هو رح يامنها كلها، يعني قصدي انا رح جيب لكم كل شيء وما رح بخلع حدا. برافو ابن العم، برافو رئيس البلدية، برافو ابن العم. نرفع راسنا فيك، رح نحمل كل الاحتياجات تبع اولادكم، رح درس كل الطلاب يا جماعة. برافو. لك يا جماعة تعالوا عندي خذوا مصاري، تعوا تعوا. برافو رئيس البلدية، برافو. انت منين طلعت لي هلا؟ من السيارة. يطلع بلعك انت وياها. امانة ما حدا بيروح قاعدين. لما هاد مع جدو والاولاد مع اهله والاخ مع اخوه والبنت بالمدرسة وزواجنا بسم الله. شو صاير بهالغرفة؟ زهرة انت منيحة؟ اخ يا بنتي على حظك. اخ لا تبكي يا روحي، انت لا تبكي يا قلبي، الله يصبرك. ملاك زينب، أهلا وسهلا. أهلا فيك يا روحي، شفت عزت بطريقي لهون، خبرني إنه علي غير رأيه وما طلق.
اي مزبوط. والله انا قلبي معكم، يا ريت يطلع بايدي ساعدكم بشي. انتي منيحه؟ ايه زينب، نحن بدنا نروح. انا وزهره وعزت نوينا نهرب من هون. كيف؟ خير ان شاء الله عزت. جبت لنا تبليغ جديد؟ قل لي على كم محكمة بتكون تقدمه لسه؟ انت اللي لعبت بعقل علي، بعرف هالشي، بس ما رح توصل للي بدك اياه. والله انا كان بودي اني اطلب كاسة شاي مع هالحديث الظريف، بس انا لازم اشتغل، ماني راكد ورا قصص فاضية مثلكن. ومعلومك دير بالي على الشركة مشان تستمر. معناتها خليني خفف الحمل عنك شوي يا عدنان. آغا، أنا رح أسحب كل أسهمي من الشركة، ما في شراكة بعد اليوم، قررت أفتح شغل لحالي. مو مشكلة طبعاً، هذا من حقك، بس يعني ما في مبلغ كاش متوفر ونحن عم نستنى الزباين ليسددوا. عدنان، بعرف أكتر منك شو عم بيفوت وشو عم يطلع على الشركة وبأي تاريخ كمان. يا ما نخلص الأمور بالحسنى. لشو هالحكي؟ أنت فهمتني غلط عزت، نحن عملنا اتفاقيات جديدة، النظام تغير بغيابك. حاليا رح أعطيك كل شي مصاري بالخزنة والباقي مندبره خلال النهار. لا تشغل بالك، ما رح ناكل لك حقك. تفضل اشرب كاسة شاي بالليمون. يسلموا ايديك. ايه لما قالوا لي انه ابن عمك رشيد مترشح لمنصب رئيس البلدية، لو تشوف قديش نفشت ريشي وحسيت حالي رح طير، وكان جاي على بالي صرخ بعلو صوتي مثل ديك الحبش. تعرف وقتها شو قلت لحالي؟ قلت يا ولد احمل حالك وخذ خبرتك يلي جمعتها شوي شوي من تجاربك بالحياة مع البشر وقدم له اياها لابن عمك. ضحكتني مو مشتهي اضحك. ولك انت شو لك تجربه بهالحياه لك يا حلمي؟ قلي لشوف، انت لحد يوم امبارح ما كنت تطلع تسوق الطرش بالضيعه؟ وانت ليش لهلا واقف عند هي الفكره؟ هذا كله اسمه اداره عامه وتسهيل امور. المهم بالموضوع هو قدرتك انك تجمع كل العالم بمكان واحد وبدون جهد. اسمع مني شو بدي اقول. من الاساس حملتك الانتخابيه كلها غلط بغلط يا ابن العم. انت لازمك تطلع مقنعه وجذابه اكثر من هيك لتقنع الناس. كيف يعني؟ شو قلت لي اسمها؟ اسمها طلي جذابة. أنا رح أقلك كيف. أول شي رئيس البلدية ما بيلبس طقم بهالألوان هاي. قوم لقلك، قوم قوم وقف. اسمع، لون الجرافي مو ماشي أبداً مع لون الجاكيت، لأنه هذا اللون بيظهرك ضعيف وإنت واقف عم تخطب. إنت لازم طلتك تحفر شخصيتك بعقول الكل، تخلي الخلق كلهم يوثقوا فيك ويعرفوا إنك شخص قوي ومتين. بدك لون معبر. ها، هو اللون الأورنجي. أورنجي لك حلمي؟ إيه، ما في أنسب منه. اسمعني هلا يا ابن العم، نحن رح نكون فريق واحد، أنا رح كون دماغ هالفريق هاد وإنت اللاعب المخضرم على أرض الملعب. أنا عندي منظوري الخاص وإنت إنت عندك وقفتك وهيبتك كمان. نحن رح نكون فريق غير شكل. بعدين إنت نسيب عيلة كيرمان على سن ورمح، ولما زهرة بتولد وتجيب لهم الولد ما رح يكون في مخلوق بالدنيا بيقدر يكسرنا ويقرب صوبنا. ليش أختي زهرة حامل؟